على ذكر تسديد الثمن، هل ترى بأنه ابتعاد رياض محرز عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا بالفعل دليل على هذا الأمر، أم أنه يعني الأمر الكروي محض وبعيد عن هذا التضامن مع القضية الفلسطينية؟ أنا قلتها يعني يوم خرج تلك الخرجة في آخر في نهاية مباراة الدوري، قلت بأنه محرز سيدفع الكثير وليس أقله أن يعني يسقط من قائمة القائمة المثالية للدوري الإنجليزي، ومن أي منافسة فردية سيسقط منها قولا واحدا، وحتى الكرة الإفريقية لهذا العام كلها سيستبعد منها رياض محرز، لأن الأذرع الصهيونية متواجدة في كل مكان وفي كل الهيئات، خاصة الهيئات الدولية والإقليمية كلها موجود، يعني فيه الكيان الصهيوني لديه تأثير بالغ الأهمية فيها، حتى الكاف التي نظريا تبدو بعيدة ولا يكترث لها الكيان الصهيوني، لكن هذا خطأ جسيم، وسترى أنه حتى سيسقط من عدة ألقاب واستحقاقات فردية.